صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. السلام على المكسور ضلعها، السلام على الملطومة عينها السلام على المسقط جنينها روحي وأرواح العالمين، ومن في الوجود لك الفداء، يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. وحاطوا بنار الجزل للوحي منزلا، وحاطوا بنار الجايز للوحي منزلا، وقادوا عليا في نجاة مهندي وفاطمة بالباب أسقط حملها وويله، وفاطمة بالباب أسقط حملها بعصر شديد مؤلم عن تعمدي. عزيز علينا يا رسول الله، عزيز علينا يا صاحب الزمان، وفاطمة بالباب أسقط حملها بعصر شديد مؤلم عن تعمدي. وكسرن منها أضلعان، ليت أضلعي فدتا وإن لم تكف بالنفس أفتدي بعد. ماذا فعلوا ببضعة الرسول؟
قال ولب ذاك الزنيم بلطمة على وجنة الخد الأسيل الموردي وقعت ما بين الباب والجدار تنادي ومحمدا عصروها بين الباب والجدار نسأل هذا الباب يا الباب يا الباب لبست الحزن طال العمر يا الباب ذهيل ما بقت لي أفكار يا الباب أنشدك وين محسن وقع يا الباب العصرة والزهرة الزجية أويل اليوم العصرة والزهرة يا الزجية تنادي جسم انتحل والثوب متني ما يشيله وفراق ابو ابراهيم خلاني نحيل وتسقيطي المحسن ادعاني عليله وقوم السقيفه للوصيه ما رعى دوبي انادي والدمع بالخد سجاب بس ما غبت يا نار عيني تحت الترى ضرب البتول وعصرا يا هبصاير الله على أهل السقيفة سقطاه والله لقي منا ياه في صبح ومسائي واجعل شراب مدمعي وزادي بكائي قومك يا بويا يمنع عياني من بكائي كيف العزيز من بجاها يمنعوها ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أزواج من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل الفرج صلوا على محمد وآل محمد
التأمل في هذا الوجود وقراءة الواقع بمختلف أبعاده والنظر في آيات الله ودلائل عظمته تتعدى السماوات والأراضين لتصل إلى هذا الوجود الإنساني. الإنسان إحدى آيات الله عز وجل، وهو طريق الوصول لمعرفته سبحانه وتعالى. والمؤمن لو نظر إلى نفسه وشؤونها لازداد بصيرة وتسليما بوجود الصانع الحكيم. فالله عندما يجعل طرق الوصول إليه يقول: سنريكم آياتنا في الآفاق وبعد وفي أنفسكم. إذا نظرت أيها الرجل إلى نفسك، وإذا نظرت تلك المرأة إلى نفسها، وإذا تجاوزنا النظر إلى الذات ونظرنا إلى العلاقة التي جعلها الله تعالى بين الرجل والمرأة، فإن كل ذلك من دلائل آيات الله. خلق الذكر والأنثى، إن جئت إلى النبات يوجد فيه ذكر وأنثى، وإن جئت إلى الحشرات والحيوانات والنباتات دائما ماذا؟ مكون. وهذا من دلائل حكمة الصانع تبارك وتعالى. ولكن ما يعنينا في هذا اليوم هو الحديث حول العلاقة الزوجية والعلاقة المقدسة بين الرجل والمرأة. فالله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه العلاقة في حد ذاتها من دلائل عظمة الصانع تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم حول هذه العلاقة المقدسة التي تربط الرجل بالمرأة، هذه العلاقة التي تؤسس بناء مقدسا يقول فيه النبي أبو القاسم محمد، اللهم صل على، ما بني بناء في الإسلام أفضل من ماذا؟ من التزويج. هذا بناء في قبال البناء الميت الذي هو من الطوب الذي لا أحاسيس ولا مشاعر فيه، يوجد بناء مقدس وهو بناء يقوم على المحبة والمودة والتفاهم بين الرجل والمرأة. النبي يقول هذا أفضل بناء في الإسلام، ولأنه أقدس بناء جعل الله تعالى عقوبة وخيمة لمن يتسبب متعمدا في هدمه. أكو مرات الزوج والزوجة لا ينسجمان، فعندئذ يؤول مصير هذه العلاقة إلى الانفصام والانفصال. وفي مرة أخرى الزوج يتسبب بالتفريط في حقوق زوجته، أو الزوجة تتسبب من خلال تفريطها بحقوق زوجها، والعاقبة تشب نار الخلاف بينهم فينهدم البناء ويؤول مصير العائلة والأسرة إلى الطلاق. لما ترجع تقرأ بالروايات تجد بأن أول العقوبات التي يواجهها الزوجان، طبعا ماكو خصوصية المرأة أو الرجل، أول عقوبة وخيمة تنزل على المرأة أو على الرجل إذا كان الرجل والمرأة سيئا خلق، إذا هاي المرأة سليطة لسان تؤذي زوجها
أو الرجل سيء أخلاق ويضرب زوجته أو يفرط في حقوقها، كل من يتسبب في أذية الآخر فإن أول عقوبة تنزل عليه ضغطة القبر. ولهذا سعد بن معاذ عندما رحل هذا الرجل الشهيد شيعه رسول الله صلى الله عليه وآله وأنزله بيديه إلى ملحودته ووضعه في شق قبره، ولقنه رسول الله وأمه كانت حاضرة وهي ترى النبي صلى الله عليه وآله يفعل ما يفعل بولدها، فصرخت ونادت هنيئا لك يا ولدي يا سعد الجنة، يعني جزمت أن ولدها إلى أين؟ الجنة. فرفع النبي رأسه وقال ما هي أم سعد، يعني كفي اسكتي، ما هي أم سعد، إن سعدا أصابته ضمة، يعني ضغطت شنو؟ ضغطت القبر. أخذ الصحابة يتساءلون أمثل سعد يضم؟ ها من المحافظين على صلاة الليل، من أول من يدخل إلى المسجد، آثار التقوى على وجه، أمثل سعد يضم؟ فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله ليعلمنا طبعا، فقال إنما ضم سعد لسوء خلق في أهله، كان سعد حاد المزاج غضوب انفعالي، وإن كان ممن يصلي صلاة الليل وممن يحضر الجماعة، ولكنكم كما تعلمون أن ذروة الغضب إذا وقع فيها أحد الزوجين تحول بركانا، وإذا صار بركان شنو؟ ها يلفظ شنو؟ حمم، ها يتوقد حمم محرقة، كلمات جارحة، ها هذه اليد تضرب بلا حساب، وهذه العين تتوقد نار، وهذا اللسان يتلفظ فحش القول، وتلك الرجل ترفس بلا حساب، فإذا سكن غضبه يتعجب من نفسه. فلهذا يقول إن سعدا أصيب بعصرة القبر لسوء خلق في أهله، أجواء العلاقة الزوجية لابد أن تعيش حالة من الانسجام والمحبة والرحمة كما أرادها الله عز وجل. ولهذا سؤالنا اليوم، كيف يمكننا أن نعزز الروابط الزوجية والعلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة؟ هناك مجموعة من الوسائل والأدوات أكد عليها الشارع الشريف. الأمر الأول الانسجام، فلا بد أن نؤسس للانسجام بين الرجل وأهله. وإذا تكلمنا عن مفهوم الانسجام لا نقصد به أن يبحث الرجل عن زوجة تكون صورة له تماما، لا، الانسجام لا أقل أن ينسجما أخلاقيا دينيا فكريا. هذا الانسجام أيها الأحبة يعزز الروابط، عندما تكون الزوجة تعيش حالة من الاستقامة والزوج يعيش حالة الانحلال، هل هذه العلاقة يمكن أن تستقيم؟ نحن كرجال دين تأتينا هواتف اتصالات، امرأة يضغط عليها زوجها يريد منها أن تتمكيج وتتزين، بل وأن ترفع الحجاب وأن تخرج معه مع أصدقائه، كل واحد مع كل صديق مع زوجته، ودولين عندهم من الانحلال الديني. هذه المرأة ما سألوا عن هذا الرجل جيدا، وإذا به بعد الزواج طالبها أن ترفع الحجاب وأن تتجمل وأن تخرج معه. عدم الانسجام هذه صدمة عنيفة جدا أصابت هذه المرأة،
فعوضا من أن يكون الزوج عونا لها في طريق الاستقامة صار شيطانا يدعوها للانحراف. العكس بالعكس، حالة أخرى، تزوج أحدهم، أحد المؤمنين، هي قضية حقيقية، تزوج فتاة، سأل عنها، قال امرأة جيدة حسنة السلوك والتدين، ولكن انصدم بعد الزواج أنها تحمل فكرا علمانيا، امرأة منفتحة، شعرها لا تتورع في ستره بل تكشفه، وتلبس من اللباس ما يحكي بدنها ويشخص جسدها، وعظها، نصحها ذلك الزوج، هو بنفسه يقول ذكرها بالله، ولكن لا ينفع. حاول أن يمتص تلك الصدمة ولكن المرأة تمادى. وين الصاعقة؟ عندما رزقهم المولى تعالى بنت، أيام الله أعطاهم بنت. طيب الأيام الأولى عادي، البنت صغيرة، لكن من وصلت إلى 9 سنوات أصبحت البنت شنو؟ هذا في واقعنا بالبحرين، ها، صارت مكلفة. الآن من المسؤول عن تربية البنت؟ الولاية لمن؟ من الذي سيقف على الصراط يوم القيامة ويجلد ويحاسب لتفريطه؟ المرأة لو الزوج؟ الزوج، الولاية في يده، هو الذي يملك ولاية في تأديب ابنته وإرشادها ونصحها. وبدأ الصراع، الأم تمنع ابنتها أن تتحجب، تمنع ليش؟ ليش بنتي عجوز؟ ها شوف هذا المنطق الأعوج، ها لماذا من الآن تريد أن تجعلوها كالعجوز؟ الحجاب معناه عجوز؟ أي منطق؟ هذا تشويه لشرع الله عز وجل. والأب يراقب الله عز وجل وخائف من الحساب، فصارت البنت في موضع لا تحسد عليه، يتنازعها من؟ الأبوان، هذا يدعو لسترها والأم تدعو لكشفها. ومع هذا الطفلة الصغيرة التي ترى أبويها قدوتها، الأبوين في نظر الأطفال هم القدوة الكاملة، حتى لو كان الأبوين سيئين، الطفل لا يرى في أبويه إلا الكمال، وإذا بالأبوين يتصارعان على ماذا؟ على الستر والعفاف. هاي النتيجة، لماذا وصل لها الزوجان؟ لأنه لا يوجد انسجام. أحيانا انعدام الانسجام على مستوى الثقافة، عندما تكون اهتمامات الزوج شيء واهتمامات الزوجة شيء آخر، هذا لا يعطل العلاقة الحميمية بين الزوجين، علاقة المودة والمحبة، ولكنه يوجد منطقة فراغ. يوجد شنو؟ منطقة فراغ. اتخيل امرأة مؤمنة مربية فاضلة في البيت، والزوج سياسي من الدرجة العليا، ودائما لا يتابع إلا سياسة، ولا يتكلم إلا سياسة، ولا يقرأ في الصحافة إلا سياسة، وعلى الغذاء سياسة، وعلى العشاء سياسة. هاي المرأة شو تسوي بروحها؟ هي مسكينة، امرأة ربت بيت ممتازة، تربي أطفالها، تقوم بشؤون البيت والخدمات في بيتها، ولها الأجر والثواب، فهي مجاهدة، لكن هذه تؤدي هذا الأمر إلى انفصام عملية الاتصال، التواصل. من القضايا الحقيقية، اجتنا امرأة تشكو زوجها، ليش هذا الزوج يا أخوة لا يعرف إلا الشؤون الرياضية، بس الكرة، وهي مدرسة فاضلة، أي لاعب اسأله، أي لاعب يعرف اسمه، في أي فريق، في البحرين، خارج البحرين، في أوروبا، في برازيل، أين مكان، ما شاء الله. وبالفعل أنا قعدت وياه، لكن للأسف زوجته بعد أستاذة فاضلة متكلمة، لها منزلتها، لكن الرجل لا يعرف في حياته إلا ماذا؟ إلا الكرة. إذا إجت دورة كأس العالم خلاص هذا الصنم يعبده ليلا نهار،
ما يهده لا شؤون البيت لا المنزل ولا الأطفال أبدا، لا يعرف إلا شيء اسمه ماذا؟ كرة. أنت شو تريد؟ المرأة طالع زوجها وكأن لديه إله ثاني وهو الكرة واللعب، يقدسها تقديسا بلا حدود، حتى لو تزاحمها مستحيل أن تطلب الزوجة منه طلبا وقت اللي يلعب الفريق الفلاني، لا أطفال لا أولاد ما يتكلم. هذه مشكلة لو مو مشكلة. هذا النوع يوجد عملية انفصام، وهي من دلائل الجهل عند هذا الزوج عندما لا يعرف أولويات مسؤوليته الزوجية. إذا نحن بحاجة إلى الانسجام في الحياة الزوجية. الأمر الآخر، الحاجة إلى التوافق الزوجي والتقبل الزوجي. شلون التقبل؟ أحيانا لا يكون الزوج جامعا لجميع صفات الكمال التي تأمل فيها الزوجة، وأحيانا الزوج لا يجد في تلك المرأة التي تقدم لخطبتها جميع صفات الكمال لكن يتزوجها أحيانا. هنا إذا أردنا زواجا مستقرا لا يؤول مصيره إلى الانفصام، لابد توجد علقة التقبل. التقبل إذا يتقبل كل طرف، المرأة زوجها مثلا صفاته كذا وكذا وكذا فيه من النقص لكنها تقبلته كل القبول، هذول يعيشون سعداء. وأحيانا يختلف الناس في معايير الجمال، أليس كذلك؟ بعض بلدان العالم جمال المرأة عندما يكون عنقها طوله ذراع، شايفين في أفريقيا يحطون لهم قطع حديد دائرية سنة بعد سنة شوي وتصير رقبة المرأة مثل الزرافة. انت من الطالع تقول لا إله إلا الله شنو هذا الشكل بشع، بس هناك معيار الجمال عندهم ماذا؟ أن يطول عنقها. بعض البلدان الإسلامية أيضا أحيانا يكون المعيار عندهم شنو؟ السمنة. كلما امتلأت البنت كانت أكمل وأجمل، ها؟ ويتهافت عليها الخطاب، وكلما كانت ضعيفة رشيقة عافها الرجال. اجيب زماننا اليوم تروح المجتمع الغربي لا يوزنونها بالكيلو، بالكيلو لغرام هالكثر الوزن القياسي للمرأة، كلام اللي بناتنا اليوم تراكض وراه بعض. صحيح يجب أن يكون الإنسان ذا قد واعتدال، ومو فقط الإسلام يؤكد في الزواج فقط الدين، ها صحيح، إن جاءكم من ترضون ماذا؟ دينه وخلقه فزوجوه، لكن مع هذا الرواية تتأكد انكحوا الوجوه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول انكحوا تزوج الوجه، يعني شنو؟ لابد أن تنظر إلى جمال وجهها. بعد الشعر أحد الجمالين، ها البدن والوجه وغير ذلك، رواية تؤكد. لكن لو تزوج رجل امرأة ولم تكن تلك المرأة بالغة الحسن والكمال والجمال لكنه ماذا؟ يتقبلها، لكنه يتقبلها، راح يعيشون شنو؟ سعداء. أو ما يعيشوا سعداء؟ راح يعيشوا سعداء. ليش؟ لأنهم يتقبلون بعضهم البعض. مؤكو تزوج رجل امرأة حسناء وكان الرجل ذميم. الرجل شنو؟ ذميم الخلقة، يعني الله خلقه ما عنده محاسن الجمال، والزوجة التي تزوجها كانت حسناء، فلما نظر إليها زوجها قال لها أنا وأنت في الجنة. تتوقعون ليش؟ هو يقول لها ترى أنا وأنتين شنو؟ في الجنة. هي قمر 14 جمال، وهو مسكين يفتقر إلى معايير الجمال، ولكن هذه رزقه. فقال كلانا في الجنة. قالت ليش؟ قال لأنني رزقني الله إياك فشكرت.
نعمة جمال. ها ورزقك الله إياي فصبرتي. ملتفت شلون؟ هي صبرت وهو شكر. والصابر والشاكر في وين؟ في الجنة. هذولين تلاحظ حياة زوجية ماذا سعيدة، لأنهم يتقبل بعضهم البعض. جويبر صحابي كان قزما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فقيرا معدوما يقتات من عطايا الناس، ولكنه في قمة الورع والتقوى، وكان النبي يحبه، وكان النبي صلى الله عليه وآله يحبه. رآه يوم من الأيام قال يا جويبر ألا تتخذ لك أهلا؟ ضحك. الرجل كان قصير القامة، ما عنده محاسن ولا جمال، أسود البشرة. ضحك على روحه قال يا رسول الله ومن يتقبلني؟ لا مال لا جمال لا ماكوش، وين يحصل لي؟ كتب إليه ورقة وقال لي تفضل روح قبيلة الفلانية إلى امرأة تسمى الدلفاء وكانت أجمل نساء العرب. ودخل بالورقة إلى أبيها وإذا رسالة من النبي زوجوها إلى منه؟ جويبر. قام الأبو يطالع الورقة ويطالع جويبر شين عرس؟ يطالع مسكين قزم وأسمر البشرة ما في جمال. فتردد قال لي سنسأل رسول الله. ينظر في الأمر، الدلفاء تسمع، ابنته تسمع وراء الستار. أراد يمشي جويبر، نادت البنت أبتاه لا تجعله يذهب، هذا جايب لنا منه رسول الله، أنا أتقبله لا يمشي. وبالفعل يا أخوة تزوجته على ما هو فيه، وما هي إلا زمن يسير في زواجهما ونال مرتبة الشهادة. فلما استشهد أقبل الأزواج من كل مكان يتهافتون على هذه المرأة وبذلوا في مهرها الكثير. تتخيل شلون تقبل؟ إذا وجد التقبل يعيش الزوجان السعادة. الأمر الآخر مما يؤسس للسعادة الزوجية والود أن نطبق قاعدة الإحسان. مو دائما الحياة الزوجية علاقة حدية كحد السيف، مو أكو قانون عدالة وقانون شنو؟ إحسان. إحنا ما نختلف أن الرجل تجب عليه ثلاثة أمور لزوجته، والمرأة تجب عليها أيضا. فالرجل يجب أن يحقق المبيت والتمكين، يعني يعاشر أهله ولا يمضي عليه أربعة شهور بعد، وأن ينفق. هاي الواجبات فقط، ولو حققها يقول حقق العدالة. أما المرأة فتمكن زوجها ولا تخرج من دارها إلا بإذنه، بعد ماكو شيء. هاي الحقوق والواجبات. إحنا ما نريد علاقة الرجل بزوجته علاقة كحد السيف، لا لا، نريد قاعدة تسمى بقاعدة الإحسان. وإذا حييتم بتحية شنو؟ أول شيء شنو؟ فحيوا بأحسن من أو ردوها. لو رديتها أنت يقول حققت قانون عدالة، تحية بتحية، ولكنك إذا رديت بأحسن منها فأنت محسن، هذا إحسان زيادة. والكاظمين الغيظ، فلان غضبك أنت كظمت الغيظ، هذا قمت بالواجب. لكن بعد شنو الإحسان؟ والعافين عن الناس، بل أعظم من ذلك، والله يحب المحسنين. تحسن إليه مع أنه أساء إليك، فهذا وفق قانون الإحسان. فالإحسان في العلاقة الزوجية المقصود به أن الرجل وأن المرأة لا يتمسكان في علاقتهما على مستوى الحقوق والواجبات فقط. نمر على بعض الروايات، وهي من روائع النصوص التي تتكلم عن قاعدة الإحسان. أولا فلتسمع النساء ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله. يقول أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع، كنست، نظفت، غسلت، ليش؟ بتشوفون الأجر. سؤال، هل يجب على المرأة أن تغسل؟
لا مو واجباته. احنا ما نتكلم على الواجبات من كذي، احنا نتكلم على الاحسان. لا يجب على المرأة ان تغسل ولا تكنس ها ولا تطبخ، هذه ما هي من الواجبات. لكن انظروا الى النبي يحفز احسان من المرأة الى زوجها. ايما امرأة ماذا فعلت؟ قال رفعت من بيت زوجها شيئا، شالت صحن، شالت قماش، غسلت كذا، فعلت كذا شيء في بيتها الزوجي، في البيت الزوجي، من موضع إلى موضع تريد به إصلاحا. إلا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. هاي الرواية تحفز المرأة شنو؟ على أن تعطي وتخدم زوجها وتقوم بالمستحب مو بالواجب. الواجب ها التمكين، وما تطلع إلا بأمره. أما الأمور الأخرى فقهيا ها، وهذا حق موجود أن المرأة لا يجب أن تغسل ولا تكنس ولا ترضع ولا ما يجب عليها شرعا. طيب خلاص تتمسك بالحقوق وقاعدة في البيت مملكتها؟ لا، النبي يحفزها لتقوم بالإحسان. وفي رواية أخرى أيضا يقول صلى الله عليه وآله، انظر إلى طبيعة العلاقة، ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء، تقوم تجيب لي غلاس ماي وتسقي زوجها. وطبعا هذه أمور يحركها النبي ويحفز عليها ليؤسس علاقة تقوم على المحبة الصادقة. يقول صلى الله عليه وآله، ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان لها ماذا؟ خيرا من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. وطبعا ماكو خصوصية للماء، مو الآن الأخوات والنسوة وبناتنا اللي يسمعوني كل واحدة مبرزة قلاص الآن إلى زوجها، لا لا مو بس ماء، إنما ذكر كأس الماء في الرواية على نحو المثال لا على نحو الحصر. سواء قدمت له كأس ماء أو عصير أو شاي أو آنية من الغداء أو العشاء، لا يوجد حصر، ولكن المراد من ذلك خدمة الزوجة لزوجها، فإن فعلها هذا إحسان منها لزوجها، إحسان، فتحصل من الأجر ما لا يمكن أن تحصل عليه من غير ذلك. قال عبادة سنة يسجلوا إلها سنة، وعبادة شنو؟ تقوم ليلها وتصوم ماذا؟ نهارها. بعد من الإحسان يتكلم عن صبر المرأة على زوجها. قال صلى الله عليه وآله، من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم. عاد هذا مأذنها ما ينفق، يتأخر في مواعيده، ها شيء من هاي الأمور اللي قد تطرأ في الحياة الزوجية. إذا جسدت الصبر، مو اليوم ما أسهل ها على لسان النساء أن تطالب بالطلاق. ليش؟ الصبر فيه من الأجر، جهاد المرأة. يقول صلى الله عليه وآله، الصبر على أذى زوجها. انظروا كيف النبي يدعو المرأة تسقي زوجها، تصبر على زوجها. طيب الرجل، تعال معي إلى الروايات اللي تكلمت عن الرجل. قال صلى الله عليه وآله، إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته. إلى فمها ها. يعني الآن أنت لو تشيل اللقمة وتحطها في فم زوجتك، كثير من النسوان تحلم تحصل هالشغلة، بس النبي بعشر يأسس إلى السلوك. السلوك يعبر عن الحب. شنو معنى أن تأخذ لقمة وتضعها في فم زوجتك؟ من شوية النبي قال المرأة تسقي شنو؟ زوجها. هذه كلها من أجل إيجاد أجواء المودة والمحبة. شنو للرجل إذا فعل؟ قال صلى الله عليه وآله، إن الرجل ليؤجر، إلى أجر جسيم. على شنو؟ على هاي اللقمة. لكم أجر، جربوا إن شاء الله الليلة. أخاف تغمى عليها النسوان، يغشى عليها. طيب رواية أخرى
تتكلم عن بعض سلوكيات الرجال، وهذه من النقاط اللي يجب أن نلتفت لها، ولا سيما عند حبتنا الشباب، لأن إحنا نعالج كثير من المشاكل الزوجية وهي قضية من القضايا. يقول صلى الله عليه وآله: جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. تشايفين الأخوة المعتكفون الذين يعتكفون في كل موسم 3 أيام معتكف، ولا شك أن مسجد النبي أجره أعظم من سائر المساجد ما عدا المسجد الحرام. تجد أن الأجر جسيم، تعتكف 3 أيام، جلوس الرجل عند عياله، يقعد إياهم على مأدب الطعام، يخرج معهم إلى الساحل، يطلع معهم، أن جلوسه معهم. هذا طبعا ردا على بعض أحبتنا الشباب اللي يجلسون بالقهاوي إلى أنصاف الليالي، ويرجع إلى البيت وتبدأ المشاكل، أو لا البعض اللي يستأنس بأصحابه وأصدقائه على حساب منه؟ زوجته وعياله. هذا درسها النبي، يقول يا حبيبي خصص لك من الوقت ولو 10 دقائق، فإن جلوسك مع عيالك زوجتك أطفالك هذا يعادل شنو؟ معتكف، أجر معتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلها من أجل إيجاد الترابط. وآخر أمر وبه نختم، أن يساعد الرجل زوجته. لا يجب على المرأة الخدمة، أليس كذلك؟ المرأة ليس من واجباتها، ولكن تعارف أن شؤون البيت من الذي يقوم به؟ المرأة هي التي تكنس وتغسل وتطبخ. أنت أيها الرجل أين موقعك؟ وين مساند، ولا فقط نأكل ونشرب فقط؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم من الأيام إلى النموذج الأكمل للأسرة المتحابة، أسرة علي وفاطمة، ودخل وإذا بعلي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ ينقي العدس، عند العدس يشيل الفاسد منه، ها يقلب فيه. هذا شغل منه؟ احنا عندنا في الأعراف غالبا المرأة اللي تعد الطبخ وغير ذلك. وإذا بعلي يعد العدس وينقيه من الفاسد. واضح اللي يقرأ بتاريخ الأسرة العلوية أن عليا وفاطمة تحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل أن يقتسم شؤون العمل في الدار، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ما وراء الباب، يعني اللي خارج الدار، شغل منه؟ علي بن أبي طالب. الشراء وجلب الماء والأمور الخارجية على علي، وما تكون في الدار على من؟ على الزهراء من طبخ وكنس وغير ذلك. لكن النبي يدخل وإذا بعلي يقوم ببعض وظائف من؟ فاطمة عليه السلام. وإذا برسول الله يقول مقول عظيم، يقول: يا أبا الحسن، ما من رجل يعين زوجته في بيتها، يعينها بكناس طباخ كيف ما كان، ما تحتاج مساعدة لو جود الطفل الصغير، ما من رجل يعين زوجته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، وأعطاه الله ما أعطى الصابرين. تخيل كيف الأجر، كل تحفيز. وقال صلى الله عليه وآله: يا علي، من كان في خدمة عياله في البيت ولم يأنف كتب الله اسمه في ديوان الشهداء. لما تقف مع هاي النصوص ومن خلال العلاقة الحميمية بين علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما، تجد النموذج الأكمل للأسرة النموذجية. ولهذا أعظم لحظة توجع عندها علي بن أبي طالب ساعة احتضار الزهراء.
هاي المرأة التي أحبها وأخلصت إليه، لسيما أنها عندما احتضرت وضع علي، شوفوا المحبة، وضع علي رأسها في حجره وتحادرت الدموع من عينه والزهراء تنظر إليه وتوصي. شنو كانت تقول؟ يا ابن العايا ما عهدتني كاذبا ولا خائنا ولا خالفتك منذ عاشرتني، فبكى أمير المؤمنين وقال لقد جددت علي مصيبة رسول الله. يا علي ينظر إلى فاطمة ويبكي، ليش يبكي؟ يرى على ذلك الحال لا أنين، يخاطبها علي ليش زايد عليك اليوم يا زهرات الوجه، بطلي وينك ذاب قلبي لا توين، يم الحسن بطلي الوينين وجاوبيني، شوفي أولادك بالبواج مذوبي. صاحت يا حيدر فرقاو بينك وبين بوداعت، الله مسافرة عنك يا بحس. في تلك الليلة قالت يا علي خذني إلى قبر والدي، قال لا وأنت على هذا الحال؟ قالت بلى بلى. فقامت وضعت يدا على الجدار ويد أخرى على أمير المؤمنين إلى أن وصلت إلى قبر والدها، رمت بنفسها على القاب، قبضت قبضة من التراب، شمت عبق النبوة، نادت وأبتا ومحمدا، كأني برسول الله في قبر يقول بنا بلا بني ما لديك. الزهرة جاية تشكها وإذا بها بلسان حالها تنادي بوي 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 يا مر على عبده وضربني، مر على عبده وضربني، ومن ضربته للقاع ذبني. كسر قلبه ولا رحمني، يا من الناس واحد ما يا حشمني
أبا يا رسول الله عصروني، أبا يا رسول الله ضربوني، من الذي شهد ضرب فاطمة؟ إنها فضة. لما وقعت فاطمة صرخت يا فضة إلي إلي، غدت تصرخ يا فضة صدري انصاب وجنيني وقع مني فوق العتاب، اجت فضة ولفتها فوق لتراي يا يسيل من الصدر وضلو حداب، أوين اللي يزيل من الصدر وضلو هاي يا داي بنت ما حليلتما يا ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا الله، اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا كشفته، ولا أسيرا إلا خلصته، ولا غريبا إلا أرجعته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وبمنك يا كريم. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وفرج عنا به يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة لموتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار، إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.